زمن الكورونا كثيرة هي الأماكن الممنوعة على غير المواطنين، فمحافظة مدريد تسمح بدخول الإعلام المحلي فقط لتوصيل رسائل داخلية لطمأنة المجتمع الخائف والغاضب. هنا كانت أرض المعارض يسرح بها التجار والبائعون حتى وقت قريب، إلى أن باغتتهم كورونا فحول مكان تجارتهم إلى مستشفى. استطاعت مدريد بناء أكبر مستشفى ميداني فيها خلال 18 ساعة فقط، على مساحة 85 دنما بسعة 1300 سرير و96 وحدة عناية مكثفة لعلاج مصابي مرضى كورونا. هذه منشأة مذهلة أقامتها محافظة مدريد لعلاج المرضى الذين لم تعد المستشفيات تسعهم في ذروة الأزمة. هذا عمل استثنائي. عندما دخلت إلى هنا تذكرت فورا ما شاهدته في الصين. في الحقيقة خلية نحل كاملة، عناصر الجيش والشرطة الوطنية وشرطة البلدية وعناصر قوات الإطفاء وحتى طلاب الطب والتمريض في الجامعات التحقوا بالعمل لتغطية النقص في الكوادر الطبية. رغم الضغوط التي يعاني منها العاملون في المستشفى ونقص وسائل الحماية والأدوات، فإن فرحتهم كانت كبيرة بتسريح أول متماثل للشفاء. في الواقع تم ولأول مرة تسريح هذا المريض من المستشفى. أنا أشعر بسعادة كبيرة بإمكانه الذهاب إلى عائلته في المنزل. أتمنى أن يكون جميعهم بخير. وعلى وقع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات، يتمنى العاملون في هذا المستشفى زوال هذه الجائحة كي تستطيع الكوادر الطبية التقاط أنفاسها وأخذ قسط من الراحة. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.